الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. من كتاب الأذكار المنتخب من كلام سيد الأبرار للإمام العالم الرباني شيخ الإسلام والمسلمين محي الدين النووي الشافعي مذهبا الدمشقي رحمه الله تعالى، نقرأه عند شيخنا ومربي روحنا، نفعنا الله بهما في الدورين، آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما يقول إذا استيقظ من منامه. بنت وعدين على وروينا في الإمام بإسناد الحسن عن المسيرة. شايفها؟ مش مشاور أنت؟ كنت معنا في الجمعة الماضية؟ شاور؟ عليها بالقلم كده؟ علامة؟ ورينا كده هنا؟ ورينا هنا؟ اقرأ من اللي جاهز. يلا يا بسم الله الرحمن الرحيم. وروينا فيهما بإسناد حسن عن يسيرة بدم يسيرة بدم الياء المثنى تحت وفتح السين المهملة الصحابية المهاجرة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهن أن يراعين بالتكبير والتقديس والتهليل وأن يأخذن بالأناميل فإنهن مسؤولات مستنطقات. وأن يعقدن بالأنامل. وأن يعقدن بالأنامل فإنهن مسؤولات مستنطقات. يعني لما يجي يعد يعد بالأنامل، يعني وسيلة للعد، يعني هذه الأنامل سوف تنطق وتشهد لك. يلا يا سيدي. وروينا فيهما وفي سنن النسائي بإسناد حسن عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكد التسبيح. عفوا يا مولانا، الحديث ده يتناقض مع السنة. لا، هو النبي ما كلفهمش يصنعوا آلة، ما بيكلفهم باللي في ايديهم. النبي كان لا يطلب المفقود. بس انت عايز تعد، عد عندك صوابع. ما قالوش بقى كلفه وقال له روح اعمل سبح واضل، ما قالوش. يعني كونه لم يأمره مش معناه نهاه، لكن هو لم يكلفه شيء غائب. بس وفي رواية وبعدين انت السبح مين اللي بيحركها؟ الصوابع؟ ولا بتتحرك بالريموت كنترول بعينك؟ حتى لو بتتحرك بعينك برضه انت اللي بتحرك كده برضه؟ حتى لو عملوا لك سبحة كده تعلقها على الحيطة وتبص لك سبحان الله سبحان الله روحي تتحرك برضه انت اللي بتحرك؟ الحكاية سهلة. وفي رواية بيمينه. وروينا في سنن أبي داود عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رسولا وجبت له الجنة. وروينا في كتاب الترمذي عن عبد الله بن بس بدم الباء الموحدة وإسكان السين المهملة الصحابي رضي الله عنه الموحدة بدم الباء الموحدة. هي البي بتوحد، هي موحدة يعني بي واحد. بدم الباء الموحدة وإسكان السين المهملة الصحابي رضي الله عنه. مهملة يعني غير منقوط، ومعجمة يعني منقوط، وموحدة يعني نقطة واحدة. ساعات يقول لك المعجمة الموحدة التحتية عشان يميزها بينها وبين النون، لأن النون معجمة موحدة فوقية. فهمت إزاي؟ كل ده ليه؟ علشان يميز لك الحروف، لأن ممكن في المطبعة يتمسح النطق يوم ما يقول لك الكلام ده تقعد صح. فهمت؟ دقة يعني. يلا يا سيدي. أن رجلا قال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فأخبرني بشيء أتشبث به. فقال: لا يزال لسانك ربا من ذكر الله تعالى. قال الترمذي: حديث حسن. قلت: أتشبث بتاء مثنى فوق
فوق ثم شين معجمة ثم باء موحدة مفتوحة ثم ثاء مثلثة ومعناه أتعلق به وأستمسك. وروينا فيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي العبادة أفضل درجة عند الله تعالى يوم القيامة؟ قال أذكرون الله كثيرا. قلت يا رسول الله ومن الغازي في سبيل الله عز وجل؟ قال لو ضرب بسيفه في الكفار والمشركين حتى ينكسر ويختضب دما لكان أذكرون الله أفضل منه. وروينا فيه وفي كتاب ابن ماجه عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند ملككم وأرفعها في درجاتكم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند ملككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم قالوا بلى. قال ذكر الله تعالى. قال الحاكم أبو عبد الله في كتابه المستدرك على الصحيحين هذا حديث صحيح الإسناد. وروينا في كتاب الترمذي عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقيت إبراهيم عليه الصلاة والسلام ليلة أسري بي فقال يا محمد أقرئ أمتك السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة تربة. شوف بنرد إحنا سلام سيدنا إبراهيم في كل تشهد. مش هو بيقول لنا السلام ففي كل تشهد بنرد عليه السلام. شفت بقى إيه موصولين إزاي إحنا بالأنبياء. وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة. واجعل لي لسان صدق في الآخرين وربنا تقبل دعوته وتحمل الآخرين. فمذكور بلسان الصدق لأمة سيد المرسلين سيدنا إبراهيم استجابة للدعوة دي. إن قال واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة الجنة. يلا عذبة الماء وأنها قيعان وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. قال الترمذي حديث حسن. وروينا فيه عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال سبحان الله وبحمده ورثت له نخلة في الجنة. قال الترمذي حديث حسن. وروينا فيه عن أبي ذر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أي الكلام أحب إلى الله تعالى؟ قال ما اصطفى الله تعالى لملائكته سبحان ربي وبحمده. قال الترمذي حديث حسن صحيح. وهذا كل الحمد لله الأمة تقوله في سجودها وفي ركوعها في كل صلاة والحمد لله وتختم صلاتها. فهو ورد ثابت لجميع المسلمين صوفية وغير صوفية كله بيذكر بهذا الذكر. فيا أمة ذاكرة والحمد لله الذي جعلنا منها. تفضل. وهذا حين أشرع في مقصود الكتاب وأذكره على ترتيب الواقع غالبا وأبدأ بأول استيقاظ الإنسان من نومه ثم ما بعده على الترتيب إلى نومه إلى الليل ثم ما بعد استيقاظته في الليل التي ينام بعدها وبالله التوفيق. يعني هيجيب لك الأذكار بترتيب أول ما تصحى من النوم لحد ما تنام لحد ما تصحى بالليل قبل الفجر كل دي لها أذكار في الأحوال المختلفة. يلا يا سيدي. باب ما يقول إذا استيقظ من منامه.
وروينا في صحيحي إمام المحدثين أبي عبد الله محمد بن إسماعيل محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة البخاري وأبي الحسين مسلم ابن الحجاج ابن مسلم القشيري رضي الله عنهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد يضرب على كل عقدة مكانها عليك ليل طويل فارقد فإن استيقظ وذكر الله تعالى إن حلت عقدة فإن توضأ إن حلت عقدة فإن صلى إن حلت عقده كلها فأصبح نشيطا طيب النفس وإلا أصبح خبيث النفس كسلان هذا لفظ رواية البخاري ورواية مسلم بمعنى وقافية الرأس آخره وروينا في صحيح البخاري عن حذيفة ابن اليمان رضي الله عنهما وعن أبي ذر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه قال بسمك اللهم أحيا وأموت وإذا استيقظ قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور وروينا في كتاب ابن السني بإسناد صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم فليقل الحمد لله الذي رد علي روحي وعافاني في جسدي وأذن لي بذكره وروينا فيه عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من عبد يقول عند رد الله تعالى روحه لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير إلا غفر الله تعالى له ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر وروينا يعني الواحد يحفظ حاجة سهلة أما تصحى منهم تقول إيه تقول الحمد لله تعلم ولادك الأطفال كده يسهل الحمد لله بس سهلة يأسهل من كده كبرت شوية تقول الحمد لله الذي أحياني بعدما أماتني والليل المشوي كبرت شوية وتعودت الدعاء ده في دعاء تاني تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سهلة الأدعية سهلة فهمت؟ يعني الحكاية سهلة مش قدرت هنحفظ ده كله الحكاية سهلة خالص مش عايز تحفظ ده كله قول الحمد لله بس وخلاص أما تقول قول الحمد لله وما تقول بسم الله ذكر عام في كل حاجة تبدأ كل شيء بسم الله وتنهي كل شيء بالحمد لله تبدأ النوم بسم الله وتنهي النوم بالحمد لله سهلة فاهم؟ فما تعقدش بقى عيالك تقول لهم ايه اما تقوموا من النوم قول كذا قول كذا قول كذا قول كذا قول كذا يقوم العيال ايه العقل يرفض يقول لك انا هحفظ ده كله ما يقولش حاجه غلط اتعلم ايه اتعلم التدريج في التعليم شوف النبي كان يدرج الناس سهل يبقى تقول الحمد لله سهل عايز تزود وبعدين على فكره هذا ليس على سبيل الالزام ده بيدي لك نماذج للذكر وانت ليه تقول اي حاجه فهمت ازاي تقول اي حاجه قول الحمد لله الذي عافاني قول الحمد لله الذي هداني الحمد لله الذي ايقظني فهمت ازاي قول الحمد لله خلاص من غير حتى الذي حكايه سهله فهمت بقى بس تذكر ربك يلا إيه. وروينا فيه عن ابي هريره رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من رجل ينتبه من نومه فيقول الحمد لله الذي خلق النوم واليقظة الحمد لله الذي بعثني سالما سويا أشهد أن الله يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير إلا قال الله تعالى صدق عبدي يعني مجرد تتألف في الفراش كده وتنتبه قول برضو الحمد لله يعني مش شرط بس تاكل
أقول رب اغفر لي وتوب علي إنك أنت التواب ونمت سهل المهم تذكر ربنا. أقول يا الله ونام بس ما تقولهاش بصوت عالي كده بنام عشان اللي نايم جنبك ما يتزع. يلا. وروينا في سنن أبي داود عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا هب من الليل كبر عشرا وحمد عشرا وقال سبحان الله وبحمده عشرا وقال سبحان الله سبحان القدوس عشرا واستغفر عشرا وهلل عشرا ثم قال اللهم إني أعوذ بك من ضيق الدنيا وضيق يوم القيامة عشرا ثم يفتتح بالصلاة وقول يفتتح الصلاة يفتتح بالصلاة طيب وقولها هب أي استيقظ. وروينا في سنن أبي داود أيضا عن عائشة أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استيقظ من الليل قال لا إله إلا أنت سبحانك اللهم أستغفرك لذنبي وأسألك رحمتك اللهم زدني علما ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. أو كما قال صلى الله عليه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.